الرئيس السيسي في طريقه إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24. اختتام فعاليات التدريب الجوي المشترك المصرية الفرنسية أمون 22. بعد حديث الناتو عن حشد قوات روسية في بيلاروسيا باريس تحث موسكو على الحوار والتهدئة. 6 مساء في القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية، أهلا بكم. على مدى العقود الستة الماضية شهدت العلاقات المصرية الصينية تطوراً مستمراً في المجالات كافة. ليس هذا فحسب، فقد أثبتت العلاقات بين القاهرة وبكين قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية المختلفة. المزيد في سياق هذه النشرة. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24 بالعاصمة الصينية بكين غدا. وأوضح متحدث الرئاسة بأن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين. وأشار متحدث الرئاسة إلى أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الصين يتضمن أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على المستويات كافة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ترتبط القاهرة مع بكين بعلاقة متميزة، ولم تقتصر تلك العلاقات على الشق السياسي منها، بل امتدت لتشمل القطاعات التجارية والاقتصادية. ونتج عن التوسع في مجالات التعاون الثنائي اكتساب العلاقات بين البلدين زخما كبيرا وانطلاقة ملموسة ومتميزة لعلاقات أكثر استقرارا وثباتا في وجه مختلف التحديات. علاقات اقتصادية وسياسية قوية تمتلكها مصر مع الصين، حيث تدعم بكين القاهرة بشكل كبير، سواء من خلال التمويلات والمنح أو من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر. واكتسب التعاون الصيني المصري متانة في ظل الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي للصين، وكذلك انطلاقة ملموسة ومتميزة منذ أن وقعت الصين ومصر مذكرة تفاهم بشأن بناء الحزام والطريق في يناير 2016، وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر. ودخلت معها العلاقات الصينية المصرية مرحلة جديدة من تعزيز التفاعل والتعاون. وتعد الصين أكبر مستثمر في مشروع محور تنمية قناة السويس، ووفرت منطقة تيدا الصينية في شمال غرب خليج السويس فرص عمل لأكثر من 3000 مصري، فضلا عن الاستثمارات الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2017 تم التوقيع على عقد إنشاء أول خط للقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر مع شركة أفيك الصينية باستثمارات تصل إلى 1,200,000,000 دولار أمريكي على امتداد 66 كيلومترا تضم 11 محطة. وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 13.87 مليار عام 2018 بزيادة بلغت 29.3% عن نفس الفترة من 2017، لكي تحتفظ بكين بمكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر. ووصل حجم الواردات الصينية إلى مصر بنحو 8.7 مليار دولار عام 2018 بزيادة بلغت 28%، كما بلغ معها حجم الصادرات المصرية للصين 1.8 مليار
مليار دولار لأول مرة في تاريخ التبادل التجاري بين البلدين. وشهد عام 2020 تطور التعاون الصيني المصري، حيث حقق إنجازات في كافة المجالات، وبلغ حجم الاستيراد والتصدير بين البلدين 10 مليارات و200 مليون دولار أمريكي، حيث ازدادت بنسبة 6.6% بالمقارنة بالعام السابق عليها، في حين تجاوز حجم الاستثمارات في نوفمبر من نفس الفترة لأكثر من 7 مليارات و700 مليون دولار أمريكي. استثمارات صينية زادت وتيرتها في ظل ما حققته مصر على الصعيد الاقتصادي وما حققه برنامجها للإصلاح الاقتصادي من نتائج أشاد بها العالم كله بمؤسساته الرسمية كالبنك الدولي وصندوق النقد ووكالات التصنيف العالمية، وكلها مؤشرات تشجع على الاستثمار في مصر والتجارة معها والثقة في قدراتها في ظل المشاريع العملاقة التي ينفذها الرئيس السيسي في البلاد. إذن مشاهدينا الكرام، نظرة تحليلية ومتابعة للعلاقات المصرية الصينية. معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الحكيم طحاوي، أستاذ العلاقات الدولية، عميد معهد الدراسات الأسيوية الأسبق. أهلا بك معنا دكتور. كيف ترى الآفاق الحالية والمستقبلية للعلاقات المصرية الصينية؟ حضرتك، مستقبل العلاقات الصينية المصرية فأعتقادي أنه الحاضر يثبت أن هناك نوع من أنواع التقدم الكبير الذي طرأ في العلاقات المصرية الصينية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ زيارته الأولى إلى الصين وبدء عملية الشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين. هذه الشراكة التي فتحت الباب أمام عدد كبير من الاتفاقيات، فتحت الباب لأن تكون الصين من الدول المستثمرة وأكبر دولة تستثمر في محور قناة السويس، وبالتالي هناك نوع من أنواع التحول الكبير في العلاقات. نجد أيضا أنه تاريخ الحرير عندما أنشأت الصين اعتبرت أن مصر من النقاط المهمة في هذا التاريخ، لأن مصر بالنسبة للصين تعتبر هي مدخل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة أفريقيا بالكامل، خاصة في ظل التطور الكبير والنهضة الكبيرة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. التبادل الزيارات التي تمت في الفترة الأخيرة ما بين القيادتين المصرية والصينية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنمية هذه العلاقات كان الركيزة الأساسية للعلاقات المصرية تحديدا في المجالات الاقتصادية، لأن نحن لو نظرنا إلى المجالات الاقتصادية نجد أنها شملت العديد من المجالات. نعلم أيضا أن الصين بقوتها الاقتصادية الهائلة في العالم وتغلغلها في كل مكان، لأنه لا يوجد بيت اعتقادي إلا وفي منطقة في هذا العالم. إذن هذه الأشياء كانت من الركائز المهمة التي أدت إلى المزيد من التقارب. الصين شهدت أن مصر أصبح فيها هناك نوع كبير من البنية الأساسية، أصبح فيها نوع من الاستراتيجيات الكبيرة التي تتمتع بها، أصبح هناك نوع أيضا من الاستقرار الذي أتت به سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل هذه الأشياء أدت إلى أن الصين تنطلق نحو مصر ومصر تنطلق نحو الصين في شراكة استراتيجية نجد الآن ثمارها. وما زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلا انطلاقة جديدة لهذه العلاقات. أفهم من كلام حضرتك دكتور أنه هناك تبادل تجاري واستثماري متعاظم فضلا عن الزيارات المتبادلة بين الطرفين، يعزز ذلك البنية التحتية التي يعني أصبحت عظيمة في مصر، يعزز ذلك أيضا مجالات التنمية المختلفة على كافة الأصعدة في مصر، وأيضا خطة مصر 2030، هذه الاستراتيجية التي أصبحت جاذبة للدول سواء العربية أو كل الدول للاستثمار في مصر، وهنا أتحدث عن الشق الاقتصادي. حضرتك، الركيزه في التبادل الاقتصادي دائما ما بين الدول هي مساله الايه؟ توفر البنيه التحتيه. البنيه التحتيه من مصر، اصبحت مصر من اعظم الدول في اعتقادي ليس في منطقه الشرق الاوسط فحسب بل في العالم كله، واصبحت من ضمن الدول التي تؤكد على وجود الركيزه والبنيه التحتيه فيها التي اصبحت من المميزات التي تميز العهد الذي نحن بصدده. هذه البنية التي نحن فيها وما إلى ذلك من أشياء واستقرار سياسي نجده يؤكد على وجود مصر
على خريطة النمو الاقتصادي. هذا النمو الاقتصادي الذي شهدته مصر في الفترة الأخيرة يؤكد لنا أيضا على أن هناك نوع من أنواع الاستقرار التواصل الذي بدأت الصين أيضا تنتهجه نحو مصر. الصين اعتقدت أن مصر وليس اعتقاد خاطئ بل هو اعتقاد صحيح ومهم، والأهمية بتاعته تكمن في الدعوات المتكررة واللقاءات المتكررة ما بين الرئيسين الصيني والرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة، أن مصر هي مفتاح القارة الأفريقية. لكي تنطلق إلى القارة الأفريقية لابد أن تأتي إلى مصر، مصر الاستقرار، مصر التي نشهدها الآن في مقدمة الدول في منطقة الشرق الأوسط. وهذا أيضا يضاف إليه أيضا العلاقات السياسية ما بين مصر والصين. نجد أن هناك نوع من التوافق ما بين مصر والصين في العديد من القضايا التي تنتهجها البلدين، سواء على مستوى القضايا الإقليمية أو القضايا الدولية. ونحن مقبلين على قمة المناخ التي تشهدها مصر، وأعتقد أن الصين سوف تكون شريك حاضر في هذه القمة، مثلما حرصت الصين على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لحضور افتتاح الأولمبياد الشتوية. تحرص مصر أيضا على أن تكون الصين موجودة في قمة المناخ التي سوف تعقد في شرم الشيخ إن شاء الله في هذا العام. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الحكيم طحاوي، أستاذ العلاقات الدولية عميد معهد الدراسات الآسيوية الأسبق. هذا وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية للصين خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 قد بلغت 1,300,000,000 دولار مقابل 583,100,000 دولار خلال الفترة ذاتها عام 2020، وبزيادة قدرها 118.7%. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الإعلان خلال هذا الشهر عن خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وذلك نظرا لأهمية هذا الملف وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات في مصر وبتطوير الصناعات المغذية لها. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء بعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر. وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى عقد اجتماع مع عدد من وكلاء الشركات الخاصة بصناعة السيارات بالإضافة إلى المهتمين بهذه الصناعة، كما تم إرسال استراتيجية صناعة السيارات لاتحاد الصناعات. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر. وفي مستهل الاجتماع أشار مدبولي إلى أن هدف اجتماع اليوم هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة. وفي هذا الصدد أكد مدبولي ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي. وقال مدبولي موجها حديثه لممثلي مجلس النواب والشيوخ إن هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، مؤكدا ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التاريخية. وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون يتم طرحه أولا على الرأي العام بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه قبل إقراره من البرلمان. وأشار رئيس الوزراء إلى موافقة مجلس الوزراء نهاية نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنية، وهي خطوة في هذا الملف.
التقى مدبولي برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز. وخلال اللقاء عرض الشيخ موقف تدريب المنتقلين الى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن برنامج يستهدف صقل مهاراتهم الوظيفية والتخصصية، فضلا عن تأهيلهم لاستخدام التطبيقات الحديثة التي سيتم استخدامها في العمل الحكومي، موضحا أن حجم الموظفين الذين تم تدريبهم حتى الآن بلغ نحو 71 ألف موظف خضعوا لبرامج تدريبية. اختتمت فعالية التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي أمون 22 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام، وذلك بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 22 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات. واشتمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، فضلاً عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام. كما تضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو، وتنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معادي ضد أحد الأهداف الحيوية، والتي عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة. كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق سطح أهرامات الجيزة، أبرزت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين. وعبر تقنية الفيديو كونفرنس ناقشت العناصر المنفذة سبل التعاون في التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة بنجاح. يأتي التدريب أمون 22 تعزيزاً لأواصر التعاون العسكري بين القوات الجوية المصرية والفرنسية. نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لتسليم المفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مساعدات عينية ومشروعات صغيرة، وذلك في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة للتأهيل بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة، هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. هنا بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون مساعدات عينية من أجهزة كهربائية ومواد غذائية ومشروعات صغيرة قدمتها وزارة الداخلية للمفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية.
في إطار المنظومة العقابية الحديثة التي تهتم بالنزلاء عقب الإفراج عنهم وتلبي متطلبات واحتياجات أسر النزلاء. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيده تبقى لي طوق النجاة. الحقيقة شيء يفرح بالإضافة للمشروعات الصغيرة اللي قدمت للأسر النزلاء السابقين اللي بتفتح لهم طاقة أمل وطاقة عمل جديدة. شفنا النهاردة حاجة مشرفة وباين يعني في كل المجالات والاهتمام بالنزلة وتنميتهم وصفحتهم وتقديم اليد لهم لإعادة تأهيلهم والبصرات في المجتمع مرة أخرى حاجة مشرفة بجد. يعني فرصة تم إتاحتها للمفرج عنهم بمساعدتهم لإنشاء مشروعات صغيرة ليتمكنوا من التكسب من ورائها لمواجهة أعباء الحياة اليومية. وحاول أنا أقف على رجلي تاني وأرجع أبدأ مستقبل نفسه حياتي مستقبل جديد. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقفته معنا وان هو بيساعدنا وان هو بيخلينا حاجه في المستقبل او حاجه في البلد. كده هستلم النهارده عربيه اعمل عليها اكل وعيش منها وابدا حياه جديده. بالانسانيه والامل وبالاراده والعمل والحب بيننا. وقد حرص قطاع الحماية المجتمعية على تنظيم احتفالية لتسليم هذه المساعدات التي تتسم بالدورية والاستمرارية، وهو ما أشاد به المفرج عنهم وأسر النزلاء. الناس كلها واقفة جنبه بيقولوا لي أنت عايزة إيه؟ ووعدوني طبعاً إن عايزة مشروع، قالوا لي هنعمله لك. كنت كاتبة قبل كده على مكنة خياطة جوالي، ودلوقتي كنت كاتبة على جهاز جوالي. كل شهر خد بالك يدينا مساعدات وعلى دخول المدارس، وخد بالك لبس الاولاد وشنطه كتب واي حاجه محتاجينها بنلجا ليهم وهم ما بيتاخروش عننا. الاحتفاليه شهدت فقرات موسيقيه وغنائيه قدمها نزلاء مركز الاصلاح والتاهيل وادي النطرون، تعكس نجاح البرامج المتخصصه لاثقال مهاراتهم الفنيه والتي يشرف عليها مختصون في هذا المجال. كنت بمارس مهنة الإنشاد الديني وجيت هنا نمى معايا المهنة. بطلع كل يوم بعمل بروفات وفي دكتور بيجينا نستفاد برضو منه حاجة. وتحرص وزارة الداخلية على إتاحة فرص عمل للمفرج عنهم في المشروعات الزراعية والداجنة والحيوانية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم الحياتية ومواصلة الحياة بصورة كريمة، ما يساعدهم على الاندماج السريع في المجتمع. المنظومة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية تعتمد على برامج إصلاحية متطورة أعدها خبراء ومختصون لإعداد وتأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع. كذا تمتد الرعاية إلى المفرج عنهم وأسر النزلاء بتوفير احتياجاتهم ومساندتهم لإقامة المشروعات، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخراً. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. هذا وقد ورد إلينا قبل قليل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24، وذلك حسبما أفاد متحدث الرئاسة. وأوضح متحدث الرئاسة بأن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين. وأشار متحدث الرئاسة إلى أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الصين يتضمن أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على المستويات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أدانت مصر بأشد العبارات تعرض الإمارات الشقيقة لهجوم بثلاث طائرات بدون طيار، والتي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتية في اعتراضها وتدميرها. وفي بيان للخارجية أكدت مصر رفضها البالغ لتلك الانتهاكات الإرهابية التي تقوض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مجددة في الوقت ذاته دعمها الكامل لدولة الإمارات الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أدان البرلمان العربي هجوم قوات الحوثي بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه الإمارات، والتي اعترضتها ودمرتها قوات الدفاع الجوي الإماراتي بنجاح بعيدا عن المناطق السكنية. وفي بيان أكد البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل قوات الحوثي تمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، محذرا من تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف رادعة وحاسمة ضد هذه القوات. وجدد البرلمان العربي دعمه وتضامنه التام مع الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اجتماع لجنة وقف إطلاق النار الدائم، والذي عقد في رئاسة الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر السودانية بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة. وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان صحفي أن البرهان اطلع خلال الاجتماع على أسس تكوين اللجنة وعلى طبيعة مهامها وأدائها خلال الفترة الماضية. نجحت مصر في تجهيز معونة مساعدات عاجلة للبنان الشقيق تشتمل على 100 طن من المواد الإغاثية والغذائية، فضلا عن 250 طن من المستلزمات الطبية. هذا وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بمشاركة منظمات المجتمع المدني في تجهيز المساعدات، كما أثنت على مجهودات المتطوعين من الهلال الأحمر المصري في إنهاء الإجراءات اللوجستية من تجهيز وتعبئة وتحميل وإرسال المساعدات عن طريق البحر. أعلنت الرئاسة اللبنانية أنها توافقت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدة، وذلك لدراسة مسودة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بصيغتها النهائية والبت في البنود العالقة، على أن يقوم فريق عمل وزارة المال بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع بناء على مداولات جلسات مجلس الوزراء التي عقدت اليوم وخلال الأيام الماضية. هذا وأضافت الرئاسة اللبنانية أنها تابعت مراحل تقدم دراسة مشروع قانون وموازنة 2022، لا سيما البنود العالقة من بينها الكهرباء والمساهمة الاجتماعية للموظفين، وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديده والسعر الذي سيعتمد في الجمارك على الواردات. دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحوار والتهدئة فيما يتعلق بأوكرانيا. حديث لودريان تزامن مع إعراب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولتنبرغ عن قلقه إزاء مواصلة روسيا حشدها العسكري حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنها نشرت المزيد من القوات والمعدات العسكرية في بيلاروسيا أكثر من أي وقت سابق خلال 30 عاما الماضية. في المقابل حض الكرملين الولايات المتحدة على وقف تصعيد الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، وذلك في غداة القرار الأمريكي بإرسال 3000 عسكري إضافي دعما لقوات الناتو في شرق أوروبا.
ما زالت نظر حرب تلوح في الأفق على الحدود الروسية الأوكرانية. أحدث حلقات تلك الأزمة المستعرة حديث حلف شمال الأطلنطي الناتو عن تحرك للقوات الروسية باتجاه بيلاروسيا، واصفا هذا التحرك بالأكبر منذ نهاية الحرب الباردة. التحرك الروسي بحسب الناتو يأتي بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عزمها نقل نحو 1000 جندي أمريكي من ألمانيا إلى رومانيا، بالإضافة إلى ما مجموعه 2000 جندي إضافي من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وبولندا. وفي إعلانه عن هذه التحركات أوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أنها ستتم في الأيام المقبلة وستعمل تحت قيادة الولايات المتحدة، معللا الموقف الأمريكي الجديد بإرسال إشارة قوية إلى روسيا والعالم بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو. الخطوة الأمريكية قابلها تعليق من الكرملين الذي أشار إلى أن نشر القوات الأمريكية يعني أن الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوترات في أوروبا، وهو ما يؤكد مشروعية قلق روسيا من هذه التطورات. تصعيد أمريكي روسي يقابله حديث أوكرانيا المتكرر عن ضرورة انتهاج المسار الدبلوماسي لحل الأزمة، والتي إن تطورت للأسوأ فلن تبقي ولن تذر. وفي إطار تصاعد النشاط العسكري بالقرب من أوكرانيا، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن جهود روسيا وبيلاروسيا لإنشاء منظومة دفاعية متكاملة للبلدين بدأت تؤتي ثمارها. تصريحات شويغو جاءت خلال حضوره لتدريبات بالذخيرة الحية في بيلاروسيا. من جانبه قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده ستعزز وجودها العسكري على حدودها مع أوكرانيا بمساعدة روسيا، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع موسكو. وخلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي قال لوكاشينكو إن بلاده مضطرة لتعزيز حدودها مع أوكرانيا. وبالتزامن مع التدريبات العسكرية بين روسيا وبيلاروسيا، أعلن الناتو عن إجرائه مناورات في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي وإرساله طائرات F-18 مقاتلة إلى شمال أوروبا فوق دول البلطيق وبولندا ورومانيا، ونزولا إلى البحر الأيوني أسفل اليونان. نشرتنا متواصلة نتابع فيها. الصحة العالمية تتحدث عن هدنة من كورونا في أوروبا قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة. اقترحت المفوضية الأوروبية مد استخدام شهادات فيروس كورونا لعام واحد يستمر حتى نهاية يونيو 2023، وذلك بهدف تسهيل السفر في أنحاء أوروبا خلال الجائحة. هذا وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أن الفيروس لا يزال ينتشر وبصورة كبيرة في أنحاء القارة، على الرغم من إعلان مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن القارة الآن تدخل نهاية محتملة للجائحة. In infections in the second half of the year or for the emergence of new variants. The EU digital. كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن أوروبا قد تدخل قريبا في فترة هدوء طويلة بسبب معدلات التلقيح المرتفعة وانتشار المتحور أوميكرون الأقل خطورة واقتراب انتهاء فصل الشتاء. وفي تصريحات صحفية قال مدير الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية هانس كلوغ أنه يجب أن ينظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها هدنة قد تجلب سلاما دائما. ما بين تحويل إجراءات مواجهة كورونا للتقاعد في عدد من دول العالم وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، يبقى الوضع الوبائي العالمي حساسا. فرنسا كانت أحدث دولة في أوروبا قامت برفع عدد من القيود الاحترازية المتعلقة بتفشي وباء كورونا، وذلك بهدف تخفيف الحياة اليومية للفرنسيين، فلم يعد وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن المفتوحة، بالإضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة
في الأماكن التي كانت تستقبل الجمهور جالسا. فرنسا لم تكن وحدها التي اتخذت تلك القرارات، فباتت ثالث دولة أوروبية تعلن تخفيف القيود بعد إنجلترا والدنمارك إثر انحصار أعداد الإصابات اليومية لديها. أما إسبانيا فقد قررت فيها السلطات الصحية التعامل مع كورونا على أنها إنفلونزا أو نزلات برد عادية، مشيرة إلى أنها ستتمكن من تخفيف الإجراءات اعتبارا من 11 من فبراير في كاتالونيا بعد نحو شهرين من الإغلاق. وأمام ذلك كله خرجت منظمة الصحة العالمية محذرة من إعلان بعض الدول الانتصار على الفيروس، كما عبرت عن قلقها من ارتفاع عدد الوفيات في غالب مناطق العالم ودعت إلى توخي الحذر. فعلى الرغم من جرعات اللقاحات العالمية التي تقترب الآن من 10 مليارات جرعة يتم إعطاؤها، إلا أن هناك فجوات هائلة. أعلنت السويد أنها سترفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا اعتبارا من 9 فبراير الجاري. وقالت رئيسة الوزراء ماجدلينا أندرسون إن السويد ستسمح لمواطنيها بالعودة إلى المطاعم دون قيود على الأعداد التي يمكنها التواجد هناك أو ساعات العمل، كما ستقوم بإلغاء شرط إظهار شهادات اللقاح وارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام، بالإضافة للتوصية بالحد من التواصل الاجتماعي. من جانبها أعلنت إسبانيا قواعد سفر خاصة مشددة تزامنا مع تزايد تفشي فيروس كورونا، ما أثار خيبة أمل كبيرة للمسافرين البريطانيين الذين يخططون لقضاء عطلات نصف العام في إسبانيا. ونقلت وسائل إعلام عن الحكومة الإسبانية قولها إنه يجب على السياح المسافرين إليها الحصول على نتيجة اختبار سلبي لكورونا قبل السفر ب 24 ساعة فقط، وذلك بعد أن كانت 48 ساعة منذ يونيو الماضي. إلى حياة كريمة، حيث شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نبين القباج احتفالية تسليم عدد 40 منزلا بعد إعادة إعمارها بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال زيارتها لأسوان سلمت الوزيرة مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد والشباك، كما تفقدت القافلة الطبية التي تم إعدادها لتوقيع الكشف الطبي على العيون وإجراء العملية الجراحية للحالات. وأثنت الوزيرة على الجهود التي تم بذلها من أجل إعادة إعمار المنازل. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عن توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر كافة. جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدوري لاستعراض أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعوق تحقيق معدلات التنفيذ المخططة وفقا للبرامج الزمنية المحددة. وأشار وزير البترول إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي ل 98 قرية وجاري تنفيذ الشبكة الأرضية ل 100 قرية وتنفيذ أعمال المسح الميداني والرفع المساحي ل 142 قرية. قامت القافلة الطبية المجانية حياة كريمة بالكشف والفحص الطبي بالمجان بالمركز الطبي الحضري بالرويسات بمدينة شرم الشيخ. تضم القافلة عدة تخصصات طبية منها البطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان. يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. The
أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية العراقية سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق. وخلال استقباله محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، أكد مدبولي إلى الرئيس السيسي اهتمامات بمسارات التعاون مع العراق الشقيق، وأضاف أن المشروعات التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية أكسبت الشركة المصرية خبرة متميزة وسرعة كبيرة في إنجاز المشروعات، مؤكدا جاهزية مصر للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق التي سبق التشاور بشأنها. من جانبه، تقدم محافظ البنك المركزي العراقي بالشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا على دعم ومساندة العراق، مبديا إعجابه بالتجربة المصرية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن منشور يزعم إصدار الحكومة لقرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي التي أكدتا أن إجازة منتصف العام الدراسي للمدارس والجامعات ستبدأ في موعدها المحدد وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير الجاري وحتى 5/17 من الشهر نفسه. قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رفعت سقف حقوق الإنسان وبرهنت على جدية الدولة المصرية في تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة. جاء ذلك خلال لقائها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. وأضافت خطاب أن الاستراتيجية تحمل الحكومة مزيدا من المسؤوليات من خلال الالتزام بتنفيذ بنودها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تمديد حالة الطوارئ واستجابة الحكومة لمطالب المجلس بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر. من جهته، أوضح مسؤول الخارجية الأمريكي رغبته في مناقشة رؤية المجلس بشأن كيفية المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف على المجالات ذات الأولوية. أعلنت وزارة الصحة أن المعهد القومي للكلى والمسالك يقدم خدماته لأكثر من 70,000 مريض سنويا، وذلك من خلال العيادات الخارجية. وخلال المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكلى والمسالك، أكدت وزارة الصحة أنه يتم ويجري نحو 50,000 جلسة غسيل كلوي سنويا، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية المختلفة. الحقيقه في المعهد القومي للكلى والمسالك البوليه، المعهد بيعمل يعني من قبل كان عباره عن مركز او عباره عن قسم خاص في مستشفى المطريه التعليمي، وبعد كده انشئ المعهد سنه 96 الحقيقه، وزراعه الكلى بدات من سنه 88، وحتى الان احنا عملنا اكثر من 1000 عمليه الحقيقه زراعه كلى، معظمها من الاقارب درجه اولى ودرجه ثانيه، والحقيقه في نجاحات بترقى الى النجاحات العالميه على المستوى العالمي. احنا بنحتفل باحتفالين في نفس الوقت، اولا بنحتفل بمرور 25 سنه اليوبيل الفضي على تاسيس المعهد بقرار رئاسي، وبنحتفل كمان بمرور او انجاز اكثر من 1000 حاله زرع الكلى، جراحات زرع الكلى. طيب اللي احنا نقدر نقوله في الفتره ديت ان في ظل يعني التوجه الحالي والاهتمام بالصحه، حصل تطوير ضخم جدا وتطوير في قسم العمليات الكبرى، وحصل تطوير كمان في التجهيزات والامكانيات، قدرنا ان احنا ندخل كل التخصصات الفرعيه، مناظير البطن والجراحات المتطوره بيها، قدرنا ندخل المنظار المرن واستخدام الليزر لتفتيت الحصوات. حقيقه احنا عدينا اكثر من 1000 حاله لزرع الكلى، يمكن 1160 170 حاجه في هذا الرقم، فاحنا بنحتفل بالالفيه لحالات زرع الكلى، غير ان ده تزامن مع اليوبيل الفضي، يعني مرور 25 سنه من العطاء المستمر للمعهد القومي للكلى والمسالك البوليه. حقيقة المعهد في الوقت الحالي بيتجه اتجاه يخدم به مصالح المواطن والدولة. أنجزنا كديد من الحالات القوائم الانتظار بالنسبة للأورام والحصوات، وكذلك حالات زرع الكلى.
أنا عم شارك كرئيس منتخب للجمعية العربية وكرئيس للجمعية اللبنانية، أكيد لنشارك الخبرات بزراعة الكلى، أهم شيء بأمراض الكلى، أمراض الكلى كتير مهمة بالدول العربية ولازم تشارك كل الدول الأشقاء بخبراتنا لتطوير علاجات. والمهم اليوم نحن نتشارك بزراعة الكلى ونحمس جميع الدول العربية والأخوان أنه يشجعوا زراعة الكلى، لأن هي العلاج الأفضل على طول لأمراض الكلى، أفضل من غسيل الكلى. بقى رح نتشارك هاليومين كل خبراتنا بكل بلدان العربية. المعهد القومي طبعا منذ إنشائه هو صرح كبير مهتم بعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية وزراعة الكلى وجراحات المسالك البولية كلها. المعهد طبعا شهد تطور كبير على مدار السنوات الماضية، والحقيقة في مخططات أخرى للتطوير أكثر وأكثر، إنشاء أفرع جديدة للمعهد، واحد في منطقة كورنيش النيل عند إمبابة في الأرض التابعة للهيئة العامة للشؤون الطبية التعليمية، وفرع آخر ضمن المدينة الطبية اللي موجودة أو المزمع إن شاء الله إنشائها في شرق القاهرة برضو التابعة للهيئة العامة للشؤون الطبية التعليمية. تتواصل فعالية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات والندوات الفنية والثقافية. وللمزيد بينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. أهلا بك كريم في البداية، ولو تطلعنا على أهم الفعاليات الفنية والثقافية التي تضمنها المعرض اليوم. تحياتي لكم. بالطبع يستمر معرض الكتاب في نسخته 53 وأسبوعه الثاني في استقبال الزوار ومحبي القراءة، ولكن ربما تحدثنا خلال الأسبوع الماضي عن الفعاليات الثقافية المختلفة داخل المعرض، ولكن الأسبوع الثاني يبدأ بندوة خاصة ومختلفة، وهي الندوة الخاصة بتكريم المبدعين والفائزين بجوائز الإبداع لعدد من الكتابات المختلفة لمعرض الكتاب في نسخته 53. وتنوعت هذه الجوائز بالطبع للنقد المسرحي، التأليف المسرحي، القصص، الروايات المختلفة، وكان هذا بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تم تكريم هؤلاء المبدعين والفائزين. ولكن أيضا هناك ندوات تثقيفية وندوات رياضية مختلفة متواجدة هنا في معرض الكتاب لم تتوقف على مدار الأسبوع الماضي، والذي حضر خلاله أكثر من 500,000 زائر، حضور واقعي للمعرض هنا في أرض المعارض. ولكن كان هناك أيضا الحضور الخاص بالمنصة الرقمية، والتي يعني قام بزيارتها أكثر من 80,000,000 زائر حتى الآن، وتسجيل فعلي وحجز للتذاكر ما يقرب من 400,000 تذكرة بالفعل تم حجزها عن خلال المنصة الإلكترونية، بالإضافة بالطبع لهذه الجولات الافتراضية داخل المنصة بدلا من الحضور الفعلي للمعرض. هناك أيضا عدد من الكتاب صغيري السن الذين تواجدوا، وبالطبع كان لهم رؤية خاصة بطرح الأفكار المختلفة هنا في معرض الكتاب عن طريق عرض كتاباتهم وتسويقها في معرض الكتاب في نسخته 53. وسنتابع بالطبع على مدار الأسبوع الثاني باقي الندوات الخاصة بمعرض الكتاب. والآن عودة إليكم مرة أخرى. بالتأكيد مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. والآن مشاهدينا موعد جولتنا الاقتصادية مع دينا فكري. أهلا بك دينا، تفضل. أهلا نهى، أهلا آية، وشكرا لكم. وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكدت وكالة موداز للتصنيف الائتماني أن قوة الأداء المالي والنمو الاقتصادي يدفعان البنوك المصرية نحو نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت موداز إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق ستعمل على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصا تجارية وافرة للبنوك. استقبل
أقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب محافظ البنك المركزي العراقي، وذلك لبحث آلية تفعيل التعاون في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن التنسيق المستمر مع الجانب العراقي يأتي بهدف تفعيل آليات التعاون الثنائي حول سبل مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات بالعراق، خاصة في مجال البنية التحتية والكهرباء والتطوير العقاري، بالإضافة إلى إقامة المجمعات الصناعية وتعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات الدولتين في تطوير التشريعات الاقتصادية بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 3 جلسات متتالية وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي ملياري جنيه ليغلق عند مستوى 749 مليار و914 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إيجاك 30 بنسبة 46% ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 متساوي الأوزان بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، وهبط أيضا مؤشر إيجاك 100 متساوي الأوزان بنسبة 18% ليغلق عند مستوى 3193 نقطة. أكدت وزيرة المالية التونسية سهام بوغاديري أن الدولة بصدد تسديد قروضها والوفاء بجميع تعهداتها ونفقاتها بشكل طبيعي، موضحة أن الدولة ليست مهددة بالإفلاس. وأكدت وزيرة المالية التونسية أن الدولة المفلسة هي التي تكون غير قادرة على سداد ديونها، مؤكدة أن ما تم ترويجه بخصوص اللجوء لمدخرات التونسيين لدى البريد التونسي لصرف الأجور لا أساس له من الصحة. قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي محمد الفارس أن الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا مستمرا في ظل الأجواء الحالية الإيجابية وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي واستمرار حركة السحوبات من المخزونات النفطية. وأشاد وزير النفط الكويتي بالتزام الدول الأعضاء المشاركة في أوبك بلس باتفاق إعلان التعاون والذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق ويضمن أمن الإمدادات النفط. وللمزيد في سياق هذا التقرير، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي يشهد الطلب العالمي على النفط تعافيا مستمرا في ظل الأجواء الحالية الإيجابية واستمرار لحركة السحوبات من المخزونات النفطية. تحالف أوبك بلس قرر مواصلة خطته الإنتاجية بزيادة إنتاج النفط ل 400 ألف برميل يوميا في مارس القادم مع تحسن لآفاق أسواق النفط العالمية. وأكدت دول التحالف في بيان لها أهمية التزام الدول الأعضاء بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو من عام 2022. تمكنت دول تحالف أوبك بلس من استئناف حوالي ثلثي الإنتاج الذي توقف في المراحل الأولى من جائحة كورونا، فيما لا تزال أوبك وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض في المعروض لكنه يبدو أقل مما كان ويعتقد في السابق. كان وزير النفط الكويتي محمد الفارس الذي ترأس اجتماع أوبك بلس قد أكد أن الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا مستمرا، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود محاذير تستدعي مواصلة توخي الحذر ومراقبة تطورات السوق في ظل المتحورات الجديدة لجائحة كورونا وتأثيرات ارتفاع نسب التضخم. وصلنا إلى ختام أخبار المال والأعمال، وعودة مرة أخرى إلى نهى وآية إليكما. شكرا دينا. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يصل بكيل لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24. اختتام فعالية التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي أمون 22. بعد حديث الناتو عن حشد قوات روسيا في بيلاروسيا باريس، تحث موسكو على الحوار والتهدئة. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من السادسة، في أمان الله. Thank you.